لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر. هذه العشرة 28 دقيقة غادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عن سناء من برشيد وغادي نتعرفوا على أهم الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. أهلا بك سناء. ألو صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ كي صبحتي؟ توحشناك. ربي يخليك أختي. نتمنى تكوني على خير أنت والعائلة ديالك. الله يبارك فيك. ربي يخليك أختي سناء، تسلم عليك وعلى الطاقم. مرحبا بسلامك. لا لا اختك، شكرا لك بزاف سناء برشيد، مرحبا بتواصلك معنا. شنو غتوجدي لنا اليوم سناء؟ اليوم غنعطيك يعني غير شهيوات ديال الكوتي. واخا غنبدا بواحد الطاسطولات. مقادير العجين عندنا 175 غرام ديال الدقيق. عندنا 15 غرام ديال السكر كلاصي. عندنا 75 غرام ديال الزبده وواحد البيضه. الكريمه غنحتاجوا ليها 100 غرام ديال الجبن بيض و 75 غرام ديال السكر كلاصي و 50 غرام ديال الشوكولات اسود مربع وواحد البيضه اخرى. وبيضه واحده. طريقه نعم. طريقه هي كناخذوا الدقيق وكنزيدوا ليه الزبده تكون طريه وكن السكر كلاصي وكنخلطوا كلشي مزيان حتى كتدخل هذيك الزبده في الدقيق. من بعد كنحصلوا على واحد العجينه كتكون مطلوقه شويه كنغطيوها ونخليوها ترتاح. وكندوزو باش نوجدوا الكريمه. كريمه واخا. الكريمه غنديروا الشوكولات مربع سحب من مريم وغنحليوه على جنب. وغناخذوا 100 غرام ديال الجبن فيه ونزيدوا ليه السكر كلاصي ونخلطوا مزيان غير بيدينا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه خفيفه. كنزيدوا ليها بيضه كامله وكندوزو لداك الشوكولات اللي درناه الحمام مريم كنزيدوه لهاد الخليط غير بشويه. يعني الشوكولات هو اللي كنزيدوه للكريمه. بشويه بشويه كنضيفو داك الشوكولات. نعم حنا كنحركو وكندوزو العجينه. كناخدو دوك المولات يكونوا صغار كنلبسو ليهم العجينه وكنعمروهم بهاد الخليط ديال الشوكولات. كندخلوهم للفران على 190 درجه يكون سخون من قبل. كيطيبوا مدة من 20 حتى 25 دقيقة. ملي كيطيبوا نزوقوهم بغريضات ديال كريم شونتي ولا نخليهم عاديين كيجيو زوينين بالصحة والراحة. الطاختولات هكا سهلة بكريمة وخفيفة يعطيك الصحة. يعني كيجيو زوينين. واخا. عندنا واحد كيكة بالتمر والكركاع. المقادير عندنا 4 ديال البيضات. عندنا كاس لاروب ديال الزيت. عندنا كاس ديال السنيده العبار ديال العنبه. كاس ديال السنيده. عندنا نص كاس ديال الحليب. عندنا كاس ديال الدقيق. عندنا كاس ديال التمر مقطع يكون رقيق. عندنا كاس ديال الكركاع يكون حتى هو مهرمش ويكون شويه رقيق. عندنا جوج ديال الخمارات. عندنا معلقه كبيره ديال القرفه واحد نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. طريقه كنخلطوا البيض مع شويه الملح عاد كنديروا السنيده وحنا كنخلطوا نزيدوا المقادير كلها يعني ديال الكيكه عاديه. واخا لا سمحتي كيكه ديال التمر والكركاع قلتي لنا فيها 4 البيضات وكاس لاروب ديال الزيت وكاس ديال السنيده ونص كاس ديال الحليب وكاس ديال الدقيق الفورس كنعبروا بالكاس ديال العنبه وكاس ديال التمر مقطع رقيق وكاس ديال الكركاع مهرمش رقيق وجوج خمارات ديال الحلوى ومعلقه كبيره ديال القرفه ونص معلقه صغيره ديال السكينجبير ياك. نعم هذو واخا. كنخلطوا البيض مع شويه ديال الملحه وعاد كنزيدوا السنيده والمقادير كلها. كنديروها في المول يكون مدهون وكتدخل الفران. ملي كطيب كنزوقوها تايب واحد الكريمه. الكريمه فيها كاس لاروب ديال الحليب جوج معالق ديال الزبده وربعه ديال الشكلاط مربع. كاس لاروب ديال الحليب وجوج معالق ديال الزبده وربعه ديال الشكلاط اسود مربع. ملي كنوجدوا هذه الكريمه كنغطيوها كلها وكنقطعوها مربعات. يعني هاد الكريمه نديروها في على عافيه ياك مهيله. يعني كنديروا هذاك الحليب وكنزيدوا معاه الزبده وكنزيدوا معاه الشكلاط. يعني كتولي واحد الكريمه ثقيله. ملي كتوجد كنديروها مباشره فوق الكيكه وكنقطعوها مربعات وكل مربع كنديروا فيه نص كركاعه.
ايه كنوع من التزيين. الله يعطيك الصحه، هذه يعني كيكه ومقومه يعني بالتمر كتجي والكركاع وداك مألفة من الشوكولاته من الداخل، الفوق. ايه ملي كتكسر كتجي مألفة بداك التمر والكركاع، كيبقى واخا، واحد لوكو زوين. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحه. عندك واحد الحرشة يعني سريعة، إلى جاو الضياف يعني كتوجديها مع أتاي. ايه المقادير عندنا كاسونس ديال السميدة دقيقة، عندنا السميدة دقيقة ديال الحلوة، عندنا واحد المعلقة كبيرة ديال الزيت، عندنا فاني، خمارة، بيضة، شوية ديال الملح يعني غير شوية، ايه معلقة ديال الفانيلا. هادو هما المقادير. واخا لا سمحتي نعاودو. ايه تفضلي. كاسونس ديال السميدة رقيقة ديال الحلوى، عندنا معلقة كبيرة ديال الزيت، عندنا فاني، خمارة، بيضة، قبصة ديال الملح يعني غير طريقة ما تقويش بزاف، عندنا معلقة ديال الفانيلا. هي كبيرة، ياك معلقة كبيرة السنيدة، معلقة كبيرة السنيدة. طريقة وكاس لا ربع ديال الحليب. هي كاس لا ربع ديال الحليب، يعني يقدر يكون كاس لا ربع حتى كاس حسب نوعية السنيدة. باش نجمعو. نعم، كنبس بصوص السنيدة بالزيت وكنزيدو الملح يعني غير داك الشوية، والفاني والخمارة يعني النواشف كلهم، عاد كنديرو ديك البيضة تدخل مزيان ديك البيضة في السميدة، وكنجمعوها في داك الكاس ديال الحليب في كاس اللارو، كتكون بين وبين يعني كنقدروا نتحكموا فيها باش نهزوها في يدينا. كناخذوا المقلة الثقيلة يعني كنديروها تسخن ونديروا فيها معلقة ديال الزبدة، ملي كتسخن ناخذوا ديك المعلقة ديال الزبدة وكنسرحوها في هذيك المقيلة وكنرشوها في السميدة وكنديروا فيها هذيك الحرشة اللي وجدنا، يعني كتكون شوية مخوفة هذيك الحرشة، كنبسطوها في المقلة يعني ملي كنحطوها عاد كنبداو نقرصوا فيها في المقلة. ايه وكنرشوها ثاني بالسميده ملي كطيب يعني كنقلبوها. الدجاجه الاخرى باش تحمر ديال الزنقه رائعه هاد الحريصه. ايه ومقادير كتوليد وما فيهاش المقادير بزاف. صحيح، الله يعطيك الصحه. الصحه والراحه اختي سناء. عندك واحد الديسير. ايه تفضلي. يعني تا هو ساهل وخفيف. المقادير عندنا نص سيترو ديال الحليب، ولا السيده ما بغاتش الحليب دير نص سيترو ديال الليمون. وعندنا ثلاثة ديال صفارة البيض. ايه عندنا جوج معالق كبار ديال النشا، عندنا واحد الياغورت كريمي، عندنا ثلاثة المعالق كبار ديال السنيدة، عندنا جوج ديال الفرماجات مقلتين، والفواكه أي فاكهة متوفرة في البنات موسمية. طريقة كنديروا الحليب ولا الليمون يغلى، السيترو ديال الحليب ولا ديال عصير ديال الليمون، ولا عصير ديال الليمون كنديروه يغلى، وكناخذوا هذاك صفار البيض، ثلاثة ديال صفار البيض. ايه كنزيدوا ليه النشا، سنيدة، هذاك الفرماج، جوج القطع، وكنخلطوا مزيان بيدينا ملي كينسجم هادشي كلشي وكيغلى لنا هذاك الحليب ولا الليمون اللي درنا، كنزيدوه للخليط غير بشوية. وحنا كنخلطوا ملي كيتخلط لينا عاد كنردوه فوق العافيه. ايه ملي عاود يتخلط مزيان عاد نرجعوه للعافيه. واخا ما نديروش هادشي هو فوق العافيه، نحيدوه من فوق العافيه حتى كنخلطوه، عاد كنزيدوه فوق العافيه وحنا كنخلطوه حتى كيتقال لينا الخليط. ملي غيتقال غنديروه في واحد الزلافه كبيره، وعاد كنزيدو ليه هذاك الياغورت كريمي. وكنخلطو ثاني بسرعه، وكنديرو دوك الفواكه اللي قطعنا. السيده لما بغاتش الديسير ما عندهاش يمكن دير اللوز مهرمش، وهذا الخليط يمكن تخليه يعني بكايه ولا تقسموه على ثلاثه، الاول تقسمو بالقهوه والثاني بالشوكولاته والثالثه تخليه هكا مع الفواكه. مع الفواكه تخليه حتى كيبرد وتقدمو في الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، يعني ديسير ساهل وخفيف تبارك الله عليك. ربي يخليك اختي سناء. باقي الوقت نعطيك واحد الزعلوك. زعلوك نختمو به. ايه تفضلي. واحد الزعلوك عندنا بنجال حسب افراد الاسره. يعني البنجال يكون صغير. ايه يعني هذاك اللي كيكون صغير وكيبري كيكون زويون، كناخذوه وكنفلحوه من الجوانب. ايه ما نحيدوش ليه القشره يعني غير نفلحوه بحكه بالموس. ايه وناخذوا الشرموله ديال الحوت اللي فيها الثومه والربيع مقطع، الزنجبير، الجزر، الخرقوم، يعني السيده عارفه كمون. ايه كل واحد كيفاش كيدير الشرموله ديال الحوت. ايه نعم، كناخذوا دوك الدجاج وكندخلوا ليه هاد الشرموله في الجوانب. يعني ناخذوا معلقه وحنا كندخلوها حتى كتدخل لداخل،
كناخذوا الكوكوب وكنديروا فيها مطيشه مشكوكه بلا زريعه وواحد المطيشه ديال الحب والقامه اللي بقات لينا من هذيك الشرموله ديال الدجاج وكنحطوا فيها هاد الدنيه الدجاج يعني بلا ما نديروا الماء يعني تبهتك هي تفضلي نعم يعني بلا ما نديروا الماء وكنديروا الزيت البلديه ما كنديروش الزيت العادي الزيت البلديه وكنسدوا عليها على عافيه مهيله ملي كيتشحر لينا هاد الدجاج وكيطيب كناخذوه وكنزيدوا عليه واحد الحامضه معصوره عصير ديال الحامضه ملي كيبرد كنديروه في واحد السكيره وندخلوه للثلاجه يعني كيتقدر بارد هاد السلطه ديال الزعلوك يعني طريقه مختلفه يعني كيبقى الدجاج يعني كيبقى كوكسين يعني ملي كتحطيه نسيت تاخذي القياس ديال الدجاج كتقسمي ما كيجيش ولكن واخا كيبقى صين ولكن كتدخلوا ديك الشرموله لانه طيب فيها كتدخلوا الشرموله وغير هو ما ديرش السيده الماء يعني غيطيب غير في هذيك المطيشه ومطيشه الحب وداك الزيت البلديه واخا يعني كيجي حتى هو رائع يعطيك الصحه تبارك الله عليك سناء شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا وما تخبريش علينا ونتمنى تكوني على خير دائما انت وكل الاسره ديالك في برشيد. اذا نتمنى انكم تكونوا سجلتوا هذه الاقتراحات اللي قدمتنا سناء برشيد كاين اقتراحات ديال الكوتي والزعلوك وكذلك الديسير. واللحظه مستمعينا غادي نمشيو لدوازاتي غادي نقترح لكم غريبه معلكه باللوز والقرقع. دابا اتي 4011 الحقيقي كيقدم لكم شهيوت اليوم على لامولاتي. اتي 4011 الحقيقي هو اتي السبع وبوحدو السبع. اذا في دوازتي اليوم اقترح لكم غريبه بالقرقاع واللوز. الطريقه يعني ديالها سهله وكتجي لذيذه بزاف كتجي معلكه. غادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا الغريبه غادي نحتاجوا 400 غرام ديال القرقاع مطحون. غادي نحتاجو كذلك 100 غرام ديال اللوز مطحون يعني اللوز وكناخذوه وكنمسحوه مزيان وكنطحنوه. معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، جوج معالق صغار ديال خميره الحلوه، جوج ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر كلاصي ونص معلقه كبيره ديال الزبده. هادو هما المقادير بالنسبه للغريبه والتزيين. كناخذوا المزهر والسكر كلاصي من نوع الممتاز. اذا غادي نعاود باش نوجدوا غريبه بالقرقاع واللوز. غادي نحتاجوا 400 غرام ديال القرقاع مطحون، 100 غرام ديال اللوز حتى هو مطحون، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، جوج معالق صغار ديال خماره الحلوه، جوج ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر كلاصي، نص معلقه كبيره ديال الزبده، والتزيين قلنا المزهر والسكر كلاصي يكون من نوع الممتاز. اذا الطريقه سهله يعني في واحد الاناء كنخلطوا يعني ناخذ واحد الاناء اللي هو غارق شويه وكنخلطوا فيه هذه المقادير كامله. يعني كنديروا 400 غرام ديال القرقاع مطحون، نضيفوا ليه 100 غرام ديال اللوز مطحون، نضيفوا ديك معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، نضيفوا 100 غرام ديال السكر كلاصي، نضيفوا نص معلقه كبيره ديال الزبده ونخلطوا مزيان، ونضيفوا جوج معالق صغار ديال خماره الحلوه. يعني كنخلطوا هاد المقادير كلها تبقى لنا دوك جوج بيضات. فملي كيتخلط هاد المقادير كامله عاد كنضيفوا جوج بيضات. بالنسبه للطريقه باش نضيفوا جوج بيضات يعني كنضيفوا المره الاولى بيضه كامله هي الاولى وكنخلطوا. الا شفنا على انه العجينه يعني باقه سائله فممكن اننا نضيفوا صفار البيضه ديال الثانيه. يعني هذه هي الطريقه. فقلنا ملي نخلطوا هذه المقادير كامله كنبداو نجمعوها بديك بيضه. عندنا يعني جوج بيضات في المقادير كناخذوا البيضه الاولى وكنضيفوها للعجين وكنبداو نخلطوا مزيان. الا شفنا لانه العجين يعني قصح لينا بزاف اولا يعني قصح بزاف ممكن اننا نضيفوا صفار بيضه اولا البيضه الثانيه كامله. فعينا ميزاننا وكنخلطوا مزيان حتى كيتجمع لينا هذا العجين ديال الغريبه. بالنسبه للعجين ديال الغريبه راه ما تيكونش جاري يعني بالطريقه العاديه ما تيكونش جاري في نفس الوقت ما تيكونش قاصح بزاف. يعني كتكون عجينه رطبه وسهله اننا نشكلوها ونتحكموا فيها. يعني غير ملي كنخلطوا هذه المقادير كامله نديروا بيضه وحده ونجمعوا. الا شفناها قاصحه بزاف ممكن اننا نضيفوا البيضه الثانيه ولا نضيفوا غير صفار بيضه فقط. فعينكم ميزانكم اللي كيتخلط هذا الشيء كله مزيان عاد ديك الساعه كيسهل اننا نشكلوها. كنحصلوا على العجين ديال الغريبه. كناخذوا اللاطه ديال الفران كنفرشوا فيها الورق سلفوريزي بعد ما كنكونوا دهنا اللاطه بشويه ديال الزيت كنلصقوا هذاك الورق سلفوريزي ومن بعد كنعاودوا ندهنوه من الفوق واحد شويه. وكناخذوا
يعني المظهر كنغطسوا فيه يدينا وكنحاولوا اننا نشكلوا كويرات ديال الغريبه. بالنسبه لهذا العجين ديال الغريبه نشكلوا منها كويرات ثم كنفندوها يعني في السكر كلاصي مزيان، وعاد ديك الساعه كنستفوها في اللاطه ديال الفران. يعني كنغطسوا يدينا في المظهر وكنكوروا هذا العجين ديال الغريبه، ومن بعد كنغطسوها ونمرمدوها مزيان في السكر كلاصي، وافضل اننا السكر كلاصي يكون من النوع الممتاز، كنغبروها مزيان به وكنستفوها في اللاطه ديال الفران اللي فرشنا فيها الورق سيلفوريزي، وكندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر. ما كتحتاج للطيب بزاف، تقريبا واحد 10-12 دقيقه حتى 15 دقيقه كافيه. وإلا كانت عندنا فرصه من الافضل على انه هاد الانواع ديال الغريبات والانواع ديال الفقاس اننا نمديوهم للفران البلدي التقليدي، يعني كيكون احسن وكطيب مزيان وبصحه والراحه.